احتشاء عضلة القلب الحاد Acute Myocardial Infarction هو الاسم الطبي للنوبة القلبية. النوبة القلبية هي حالة تهدد الحياة، تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب فجأة، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة. عادة ما يكون هذا نتيجة انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التاجية. يمكن أن يحدث الانسداد بسبب تراكم الترسبات البلاك، وهي مادة تتكون في الغالب من الدهون والكوليسترول ومنتجات النفايات الخلوية. في حين أن الأعراض الكلاسيكية للنوبة القلبية هي ألم في الصدر وضيق في التنفس، يمكن أن تكون الأعراض متنوعة تماما. تشمل الأعراض الأكثر شيوعا للنوبة القلبية ضغط أو ضيق في الصدر، ألم في الصدر والظهر والفك ومناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم تستمر لأكثر من بضع دقائق أو تزول وتعود، ضيق في التنفس، التعرق، الغثيان، التقيؤ، القلق، السعال، الدوخة، تغير معدل ضربات القلب. من المهم ملاحظة أنه ليس كل الأشخاص الذين يعانون من الأزمات القلبية يعانون من نفس الأعراض أو نفس شدة الأعراض. ألم الصدر هو العرض الأكثر شيوعا بين كل من النساء والرجال، ومع ذلك فإن النساء أكثر عرضة من الرجال لضيق في التنفس وألم الفك، ألم في الجزء العلوي من الظهر، الدوار، الغثيان، التقيؤ. في الواقع أفادت النساء اللواتي تعرضن لأزمة قلبية أن أعراضهن شعرت بأعراض تشبه الإنفلونزا. سبب النوبة القلبية: قلبك هو العضو الرئيسي في نظام القلب والأوعية الدموية، والذي يتضمن أيضا أنواعا مختلفة من الأوعية الدموية. بعض أهم السفن هي الشرايين. تأخذ الشرايين الدم الغني بالأكسجين إلى جسمك وجميع أعضائك. تأخذ الشرايين التاجية الدم الغني بالأكسجين على وجه التحديد إلى عضلة القلب. عندما تصبح هذه الشرايين مسدودة أو ضيقة بسبب تراكم الترسبات البلاك، يمكن أن ينخفض تدفق الدم إلى قلبك بشكل ملحوظ أو يتوقف تماماً.